نهار كبير بالله، شرف لينا حنا نكونوا معاك هنايا. بارك يبين الخير موجود تبارك الله. تبارك الله الخير موجود تبارك الله. ودقيق وطحين كل شيء موجود. كل شيء موجود. كل شيء موجود. البيض. بيض بلدي، بيض الرومي، الدقيق. هذا البيض المقطع هذا هو السمان ياك؟ اه بيض السمان هذا. السمان بلدي الرومي. اللويزه تايبات هي كاينه. كل شيء كاين. اللهم بارك الحمد لله بعدا كاين الخير كما تنقول. الحمد لله الحمد لله. ولا الطحنه ما تبدلات؟ لا تبدلات ولا تغيرات. كنا كنشوفوا غير الدقيق كنشوفوا غير دابا ولينا كنشوفوا البيض الخميره. اي الحمد لله. الحمد لله على كل حال. الحمد لله. اذا مشاهدي قناه شوف تي في اينما كنتم اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. موضوع اللي هام لجميع المغاربه اللي هو الطاحونه. يعني الا سولتكم واش باقيين كتمشيو للطاحونه؟ كله باش غادي يجاوبني وتقريبا اغلبيه الناس سيرتو لا نوفيل جينيراسيون كما تنقولوا الناس الجيل الجديد كما تنقولوا تيقول لك راه الطاحونه ما بقيناش كنمشيو ليها بزاف، راه كنمشيو للباتيسري كنشريو، كنشريو داك الشيء مطحون مقاد مصوب، ما بقيناش داك الشيء اللي كنخدموا عليه ونضربوا عليه التماره ونقيو الزرع ونجيبوا الطاحونه يطحن لينا. يعني فوالا القضيه تبدلات، يعني كل ما الوقت كتبدل كل ما القضيه كتبدلات. وبعد الله حولنا وشنو واقع وسط الطاحونه وكيفاش تبدلت الحاله ديال الطاحونه. معنا السي مصطفى اللي حرفه قديمه في الطاحونه هذه باش كبر الوليدات باش كبر هو باش عاش. الحمد لله. بزاف الحوايج داخلين عنده هنايا. لا الحمد لله. شفنا كيبيع بزاف الحوايج من غير انه الطاحونه. انا اصلا شفت هاد الحوايج تصدمت بعد. الحمد لله. انا كاش كنصحاب الطاحونه كتبيع غير الطحين. لا لا ولا شفت كل بزاف الحوايج دابا كديرهم. كل شيء كل شيء. غنسولوك عليهم ان شاء الله باذن الله. تابعونا مشاركين هذا اللايف ان شاء الله باش نعرفوا اشنو واقع. والله الحمد لله وشكرا لك الله يكرمك. البلاد سرغيني. مرحبا بك. راه سنوات 30 عام. 30 عام. لا محلات اخرين. محلات اخرين. ولكن هذا المحل هو اللي طولت فيه. هذا راه ضربت فيه تقريبا 24 عام. 24 عام. يعني هذه الحرفه ديال الطاحونه شنو اللي خلاك تدخل فيها اول؟ حرفه شريفه. حرفه شريفه فيها الاجر. لا لو تقول انا ترميت فيها النهار الاول بقيت فيها صافي حبيت هذا العمل مشيت فيه. 8 من سراغن. سراغنا مراكش عاد دخلت لكازا. اييه كازا هي هي الحمد لله ديال العشره ديال فيها كل شيء. الخيرات موجوده تبارك الله. الحمد لله هادشي كامل الخيرات ديال البلاد. الخيرات موجوده كل شيء ديال البلاد. الحمد لله. الصفه اللي قلت لك كيفاش بدلت الطحون؟ كيفاش عشت في الاول الطحون؟ في الاول الحمد لله كان عاد طحين. كان الناس كتجيب طحين العبرات ثلاثه العبرات. دابا الاغلبيه اللي اكثر هي في الطحين عبره برونز. دابا العيالات ما بقاوش كيعجنوا ولا كلشي موجود الباتيسريات المحلابات يعني كيشري الجاهز. حتى هنا دابا اللي كيجي كيشري كياخذ دقيق كيمشي كيعجن ولكن شكون اللي كيعجن؟ غير دوك الناس اللي ولا بدا منهم اللي كانوا عائلات معنيهم في المثل مولفين داك الشيء من بكري. ما دابا الاغلبيه دابا كيشري على الخبز. دابا هاد الفران ديال البوطه وهاد الشيء اللي ولا دابا كيشري على الخبز. كيشري على الخبز يعني ولكن الخبز ديال الدار ماشي هو الخبز ديال الباتيسري ولا الخبز ديال الدار كيتسمى بلدي فهمتي. الخبز ديال الدار كيتسمى بلدي وعجينه بلديه وديال اليد ماشي ديال الباتيسري. ديال الباتيسري تا هو شويه ولكن كنقولوا الطاحونه راه هي كلشي. هي كلشي. دابا شفت بزاف د الحوايج مشي للطاحون. الحمد لله كلشي موجود. نطحنوا كنطحنوا وصافي. دابا ما تبدلت القضيه. لا تبدلت دابا ولا شنو ولا عندك الطاحون؟ شنو ولا الطاحون؟ هو الطاحون ولا فيها كلشي. اي بغيتي اي حاجه بغيتي فيها. حاجه الحوايج ولا الطاحون؟ ولا كاين العطريه كاين البيض بلدي الرومي بيض بيبي السمان سميتو القطنيات كامله مجموعه اللي بغيتيها اللي بغيتيها موجوده. بلبوله بلديه الدره بلديه السميده الروميه والبلديه. الطحين طحن عيات ما بقاش كتدخل ما بقاش معول على الطحين. لا ما اي طحن دابا اي طحن ماشي غانا ضروري شي حاجه ضروري ضروري ضروري. يعني وليتي كتبيع حتى شي مجهز دا. لا كلشي كنصوب راسي وكنشري المجهز حتى هو كنبيعو حيت الناس كلشي دابا الحمد لله ماشي دابا كتجي كتبغي دير شغل الطاحونه كتبغي داكشي الجاهز
كنبيعوا ولا تا هما بنات اليوم راه بغاو لها الجهاز اليوم ما بقاوش داك وكاين اللي دابا كيجي يطحن وكيدي الدار وكيحطو وكيمشي يشري الجهاز علاش ما بقى فيه معجان باش يطيب باش يدي الفراه ما بقاش هادشي كلشي تبدل يعني مشى ديك الايام ديال انا كنا كنجيو هنا باقيين صغار طاحوا لنا العائلات مدورين هنايا مدورين اللي نقي الزرع اللي طحن البلبوله اللي طحن كذا دابا لا كتجي الطحنه كتاخذ كلشي موجود البلبوله موجوده السميده موجوده الدقيق موجود الشعير ولا القمح الذره موجوده الفرس موجود الحمد لله كلشي موجود الوقت بدلات الوقت بدلات بزاف هو الجهاز هو الجهاز مابقاش الناس كيجيو عندك عطاك واحد لا قليل 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 مابقاش شنو اللي كدير الطحين واش كتطحن الزرعه ديالك كنمشي كناخذ انا الحبوب وكنجيبها كنطحنها وكنبيعها دي طاي وكنبيعها للعبرات ها كل واش بغا باقي الناس كيهتموا بهذا لا باقي باقي الناس دابا كاين علاش باقي نشوفوا معاك قول لنا شنو كاين في الطحانه شنو كاين داخل كاين الفرس كاين القمح حبوب كاين عليهم النخال هذه الطاحونه هذه الطاحونه واش كيدير الشكل ديال الطحان ديماري ورينا الدماري اه ايوا هذا هو المورد باش كان ديماري باش كديماري طاحونه هو اييه هذيك هو اللي كيتحكم فيها هو اللي كيتحكم فيها كامل هذه طاحون اييه الناس ما عرفوش عمرو شنو طاحون كيف دايره في واحدين عمرهم شافوها من الداخل كيف دايره شنو هاد الكروه اللي هنا هاد الكروه هي اللي كدور السيلانات اييه كدور القلب ديالها باش كي باش كيخدم تجي البيبان عند الطاحونة دابا هي عند اربعه السيلان اربعه السيلانات هاد البيبان اللي هنا دايره شي البيبان هادو هما اللي باش كنحلوا السيلانات كنهبطوا السيلانات كنخدمهم وكنعاودوا نرجعهم ولا بغيتي دير الزرع اللي كديرو باش تتحل الا كنكبر في الكاس ليه وكيطلع لي مع السواس واحد الطراجي عاد كيهود الطاحونه كيطحن يعني كتخوي الكسكاس تماك تخوي تما وكيطلع الفوق الكسكاس فوق انا كيهود الطاحونه كيطحن كيتطحن وديك الشيء اللي كيخرج من كيخرج من هنايا من تما هذيك باس يخرج منها اييه هاكا اييه يعني كاين الناس ما تيعرفوش هاد القضيه لا ما عارفينهاش دابا بالنسبه لها واش تطحن مثلا واحد العبره ديال الزرع شحال تقريبا دير واش كدير شحال ما خصك تطحن ولا دابا مبقاش داكشي بنادم مزروب بنادم مزروب كيجي بنادم عن الصعبره تحل ليه تحل ليه تحل ليه شحال هادي شحال كدير في الوقت كتجمع 20 عبره 30 عبره دابا لا بنادم كيوقف مزروب تحل ليه في البلاصه ما تعطلوش ما تعطل حيت الا عطلتيه غيمشي لبلاصه اخرى غيلقى واحد خو واجد تحل ليه في البلاصه ودابا بنادم ما تضيعش ليه الوقت دابا حيت بنادم اللي كيجي عندنا هنا ماشي كيجي غير من السيكتور كيجي الناس بعاد خصك تسير بيه في البلاصه تحليل علاش ما تضيعش لي الوقت ديالو هادشي اللي كاين دابا خلاش شنو فيهم زيد هذا القمح هذا القمح مطحون لا لا عام نقي محطوط ديالك دابا كاين الناس اللي كيبغيو يشريو بحال كيبغيو يطحنوا كيوقف النساء كيقول لك تحل لي دابا كتحل القنطار كتحليه دابا في البلاصه كاين اللي كيجي مزرب كيقول لك عبر لي مطحون لا دخلت انا دخلت في البلاد مع واحد السيد خدام طورت القضيه بشويه بشويه صافي وانا نحب هاد الحربه بقيت خدام فيها كتعاون في الاول وليتي دابا شاد الامور وليت شاد الامور الحمد لله وليت غادي بها مزيان الحمد لله الله يسلمك ويبارك فيك الله يبارك فيك ها ورا عائله ورا تقريبا شي 8 نفوس الله يخليهم لك توكلوا وتشربوا من الحب اي من القمح من القمح رزق الحالات الحمد لله ماشي حاجه وقعت لك شي ظريفه وقعت لك مع الكليان ولا شي حاجه شي نهار ما بغاش تنسى و شي حاجه وقعت لك مع الكليان ضحكتك شي كل كعاب الحمد لله باب بنادم راه ما مقادش البشر ما مقادش بنادم كله كل مره واش كيجيك بنادم مره كيجيك بنادم في شويه شكل شي حاجه شي حاجه وقعت لك مع شي واحد بقى شي عاقل عملي دابا دابا بنادم اللي كتبدل شي طحن ولا شحال كتخاصم انت وياه هذا هو اللي كيوقع كاين شويه الضغط فيها راه كاين الضغط كاين معلوم كاين الضغط واش طاح ولا كتحرك وتحرك هي ما تعيد كبير كتحرك بزاف هي ما تعيد كبير كتحرك كتحرك في الجهاز ولا كتحرك الناس اللي كتحرك الطحين لا كتحرك حتى الناس اللي كتحرك الطحين وكتحرك بزاف بنادم كيهز كطحن يهز وكيجيب كيطحن اخر مره خدمت في الماكينه وطحنت شي بس دابا ما كاينش الساعات المغرب شحال هذيك ديما كتدوز كتسمع صوت الطحن نهار كله كتسمع صوت الطحن
طحن 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 اه دبل لا اه الحركه كيف ولات ناقصه القضيه ناقصه هادشي بسبب الشتاء الصيف ما كاينش هذا هو اللي كيبعدو دابا الناس ما عادش اللي تسخر ليه اش كيدير كيقول لك لا ما اشتريش الخبز الحمد لله الخير في الزنقه موجود الخير هنا موجود ولكن البنادم دابا عيا البشر عيا دابا اللي غيتسخر ولا غادي يدير شي حاجه ما كاينش هذا هو المشكل اللي كيبقى الله يبارك فيك الله يحفظك الله يحفظك مرحبا بكم